النهارده طبعا اسوان يعني يواصل مفاجاته في الدوري الممتاز، حقق الفوز النهارده يعني بهدفين مقابل هدف. سامي الشيشين يعني حقق 6 نقاط من مباراتين، يعني مفاجاه كبيره لفريق اسوان في الدوري الممتاز رغم قله يعني انت بتتكلم في ادخل لاعب في اسوان بياخد نص مليون جنيه، عقده نص مليون جنيه، قيمه لعيبه اسوان كلها على بعضها ما تجيبش يعني قيمه عقد لاعب في الاهلي او في الزمالك. لتاني ماتش على التوالي بيفوزوا 2-1 النهارده، كان عندهم اصرار تقدموا بهدف وتعادلوا وتعادل طلائع الجيش، ثم في اواخر المباراه تقدم يعني اسوان جاب جون تاني وقدر يحافظ على النتيجه، كسب انبي في الجوله الاولى، وانبي من الفرق يعني المتمرسه في الدوري الممتاز، كسب طلائع الجيش ومتمرس جدا في الدوري الممتاز، وكسب في الكاس بيراميدز والزمالك ووصل نهائي كاس مصر، وكان هيقدر يعمل مفاجاه امام الاهلي وخسر كاس مصر بضربات الجزاء. فلما اسوان يحقق النتائج المتميزه دي فريق اسوان لازم الناس كلها تقف معاه. يعني انا شفت تصريحات النهارده لاحمد سليمان رئيس، احمد سليمان رئيس النادي يعني بيتصوت من ما ما فيش يعني ما فيش حتى المصاريف للعيبه ولا عقود ولا حتى مكافآت، ما فيش اي تمويل، ما فيش رجال اعمال بتضخ اموال في فريق اسوان. فبالتالي هم يعني على الله بالظبط كده زي ما بقول لحضرتك، النهارده فازوا 2-1 على طلائع الجيش 6 نقاط من ماتشين. الماتش الثاني كان تعالى سيراميكا كليوباترا تعالى والبنك الاهلي، وده الماتش اللي احنا اتكلمنا عليه بشكل كبير امبارح. سيراميكا يواصل برضه عروضه المميزه والمتوقع منه يعني بيفوز 3-1، وشادي حسين المهاجم الفريق بيسجل هدفين، واعتقد انه لفت الانظار بشكل كبير جدا وبقى محط انظار يعني خناقه، اعتقد ان هنشوف خناقه في يناير او في الصيف القادم على شادي حسين يعني من فرق الاهلي والزمالك، لانه مهاجم واعد جدا وصاعد جدا. الماتش الثالث كان ماتش المقاولين العرب ووادي دجله، وادي دجله حقق مفاجاه برضه بالفوز 2-1 على المقاولين العرب، والمقاولين العرب يستمر في نزيف النقاط مع عماد النحاس. ثاني مباراه على التوالي خساره من الزمالك 2-1 في الجوله الاولى، وخساره من وادي دجله في الجوله الثانيه. الماتش الثاني كان سيراميكا زي ما انت قلت وفوز، بالظبط كان وبرضه سيراميكا والبنك الاهلي والعلامه وانتهى 3-1 لسيراميكا. طبعا، وكان اسوأ ما في اللقاء الحكم وليد عبد الرازق والفار كانوا بيحكوا مع بعض كتير جدا كانهم عاملين مفتله او رز بلبن وبيتفقوا ياكلوها ازاي، وفي نفس الوقت لغوا هدف صحيح 100% هو الهدف الرابع لسيراميكا كليوباترا. طيب نروح للمباراه الثالثه. المباراه الثالثه زي ما قلت لحضرتك كانت بين وادي دجله والمقاولين العرب على استاد الاهلي بالسلام، وينتهى بفوز وادي دجله بهدفين مقابل هدف. وده بيحط علامات استفهام كبيره ان يعني البدايه لم تكن موفقه حتى الان مع الكابتن عماد النحاس والمقاولين العرب. بالظبط، خسارتين على التوالي يعني امور صعبه، خصوصا انه كمان هو ترتبط يعني ارتبط بمباراه مرتين هامتين يعني في الكونفدراليه امام النجم الساحلي التونسي، فريق كبير جدا، فلازم كابتن عماد النحاس ان هو يلم فرقته بسرعه عشان يقدر يعدي عقبه النجم الساحلي، لانه النجم الساحلي حضرتك عارف انه فريق كبير جدا يعني من الفرق المصنفه في تونس وفي افريقيا يعني. فبمستوى المقاولين العرب ده يعني ما اعتقدش ان هو يكمل في الكونفدراليه الا اذا كان في استفاقه لفريق المقاولين العرب، ونشوف المقاولين العرب كابتن عماد مدرب كبير، كابتن عماد مدرب كبير، واعتقد هيلم اشلاء الهزيمتين باذن الله تعالى، ومحمد بيعادل ان شاء الله في ظهره وباذن الله يتخطوا هذه الكبوه. طيب نروح لمباريات النهارده الاربعاء في الاسبوع الثاني للدوري العام. النهارده ان شاء الله 2:30 هيبقى في مباراه الجونه والمصري بورسعيد على استاد برج العرب. طبعا قول لنا والنبي محمد قول لنا الساعات علشان الناس اللي بتتابعنا مغتربه وكده نقدم لهم خدمه، لان يعني انا عارف السنه دي هتعبك في ملف الدوري نتائج وتقديمات. الساعه 2:30 ماتش الجونه والمصري البورسعيدي على استاد برج العرب، ده اول مباراه النهارده. تاني مباراه الساعه 5 النادي الاسماعيلي والانتاج الحربي على استاد الاسماعيليه الساعه 5 مساء، واخر مباراه الساعه 7:30 على استاد دفاع الجو بين بيراميدز والزمالك. بيراميدز والزمالك 7:30 قمة اليوم الخميس إن شاء الله بإذن الله، ويختتم الأسبوع الجمعة بإذن الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله تعالى الجمعة يكون عندنا كم مباراة؟ الجمعة بقى المباريات بقى لسه متبقية. عندك ماتش مهم جدا الساعة 5 بين سموحة والاتحاد السكندري. ده يوم الجمعة، ولا ومباراة الأهلي بالليل. والأهلي 7:30 مع غزل المحلة في استاد الأهلي بالسلام.
اه طبعا، وبنرجع تاني نقول للكابتن مصطفى عبده، كل ما بنجيب سيرة غزل المحلة نحييهم ونحيي الكابتن مصطفى عبده المحترم لتولي شركة الكورة في غزل المحلة. ده كان الكلام عن بالظبط. الأسبوع. وكمان ماتش الاهلي والمحله يعني في يعني واقعه يعني المديرين الفنيين شبه موجودين سواء بتاع الاهلي او بتاع غزل المحله. موسيماني النهارده الاهلي اعلن اصابته بفيروس كورونا، وايضا كابتن خالد عيد المدير الفني لغزل المحله ما زال اصاب في بفيروس العزل. كورونا ولن يكون متواجدا في المباراه. أستاذ محمد مهدي بشكرك شكرا جزيلا.